أكد محمد صبري أمين الشؤون البرلمانية بحزب مستقبل الوطن في تصريحات للتلفزيون المصري، أكد أنه تمت مناقشة 4 محاور رئيسية حول مباشرة الحقوق السياسية ولجنة شؤون الأحزاب والحوكمة الإدارية للأحزاب ودمج الأحزاب. الحقيقة كان في 4 محاور رئيسية بنتناقش فيها جوه في اللجنة. أول حاجة هو قانون مبشر حقوق السياسية، وثاني موضوع هو لجنة شؤون الأحزاب، وثالث حاجة هي الحوكمة الإدارية والمالية للأحزاب، ورابع محور هو الدمج والاندماج بين الاحزاب. اتقالت اراء كتير جدا بين الاحزاب، ونقدر نلخص بعض النقاط في الموضوع ده. بالنسبه لقانون الاحزاب، يعني شبه اتفاق على احتياج بعض التعديلات الخاصه بيه لزياده فعاليته، وحقيقه احنا في حزب مستقبل الوطن قدمنا ورقه ببعض هذه التعديلات. بالنسبه للجنه شؤون الاحزاب، كان في بعض الاراء بتقول الغاء اللجنه وانشاء مفوضيه وكده، لكن معظم الاراء اتفقت تقريبا على ان لجنه شؤون الاحزاب بتشكيلها الحالي قضائي بيدي قوه اكتر واستقلال اكتر، بحكم ان رئيس اللجنه هو نائب رئيس محكمه النقض واعضائه كلهم من شيوخ القضاء. لكن احنا في حزب مستقبل الوطن برضو اضفنا ان احنا محتاجين نزود فعاليتها ومسؤولياتها، وبنقترح اضافه امانه فنيه تساعدها في اعمالها الاداريه واللوجستيه. بالنسبه لموضوع الاندماج والدمج، الاندماج هو اصلا حق طبيعي للاحزاب انها ممكن تندمج مع بعض، لكن في حاله الدمج انا اعتقد ان محتاجين بعض الدراسه، لان في بعض الاحيان ممكن نخلي لجنه شؤون الاحزاب تضع عتبه معينه لكل حزب في حاله ان هو لم يحقق مثلا تمثيل معين في البرلمانات القادمه من تاريخ معين من تاريخ تاسيسه، يتم دمج هذه الاحزاب مع بعض.